ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة أقراص البطاطس البوريه، طعمها حلو قوي ووجبة اقتصادية جدا وإن شاء الله هتعجبكم. معايا هنا بطاطس مسلوقة، بقدونس، دقيق، هنا عندي صفار البيض مش بحط فيها البياض، أنا بحط الصفار، وهنا دقيق أصفر، نشا، بابريكا، فلفل أسود، ملح، كمون. هجيب دلوقتي البولة بتاعتي، هنزل البطاطس، هاخد معلقة دقيق أصفر، معلقتين، معلش أنا آسفة، معلقتين كبار، ومعلقة دقيق أبيض، والنشا، هنا البقدونس، هنا بقى كل التوابل اللي عندي، البيض، معلش انا هدعكها بايديا، واللي عايز يدعكها يلبس جوانتي وهو بيدعكها كل واحد براحته. هدعكها كويس قوي. هعملها اقراص بعد ما خلصتها البطاطس كده بالشكل ده، هعملها اقراص زي ما انت عايزه. عايزه بقى تعملها مكوره، مدوره، صوابع، زي ما انت عايزه، بس انا بعملها على شكل البانيه. انا حطيت الطاسة، هنزل الاقراص البطاطس، كده عندي البطاطس بقت بالشكل ده، كده بقت اقراص البطاطس عندي بقت جاهزة بعد ما طلعتها وبقت بالشكل ده. بجد هي من بره مقرمشة، مقرمشة جدا، ومن جوه طرية. ان شاء الله يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.